في الوقت ده او في الفئه العمريه الصغيره اللي احنا بنتكلم فيها كاول فئه مثلا ممكن نسميها ان احنا بنتكلم فيها الفئه الصغيره اللي هم الاطفال الصغيرين لحد سن 7 سنين، التليفون والموبايل والتابلت والحاجات دي كلها. طبعا مش كل الاولاد هيلونوا، مش كلهم هيرسموا، مش كلهم هيعملوا الحاجات دي. في اطفال بيبقوا متعلقين جدا بالموبايل وبالحاجات الالكترونيه ومتابعه الحاجات، وتلاقيهم ما شاء الله شاطرين او بس يحبوا يقعدوا على الحاجات دي. ازاي نتعامل معاهم في انهم يقللوا ده؟ لان ده اكيد مش هيبقى مفيد بالقدر الكافي انه يفضل ماسك الطفل يمسك الموبايل كتير. طيب دي في الاخر في طبيب المانيه قالت ان اكتر اي شخص بيقعد على التليفون حتى لو كان شخص كبير اكتر من 32 ساعه اسبوعين فهو شخص لقب بتوحد الموبايل، شخص متوحد عنده اوتيزم للموبايل. فده بيأثر على الماده الزرقاء دي، بتأثر على التركيز والانتباه، فبتأثر على الهيبره بتاعت الطفل وعلى تركيزه وعلى شكل عضوانيته، عشان هو بيكون شخص سلبي ما بيطلق المسيرات الحسيه اللي المفروض تنمو وهو صغير لحد 4 سنين او 5 سنين لا تنمو بالسرعه الكفايه، فبتبدا تلاقيه هايبر شويه او عدواني او بيجي له نوبات غضب او مش قادر يعبر عن نفسه لو وصل لمرحله متلازمه العالم الافتراضي. طيب في المرحله دي او قبل متلازمه العالم الافتراضي هل نمنع اطلاقا؟ احنا دايما بنلاقي البديل، بنقتل وقت الفراغ وبنقله بديل وبنحط الموبايل لازم يبقى موجود نوع من انواع المكافاه. يعني انا اللي حطيت قدامه وهو صغير موبايل عشان هو بيزن، فحطيت قدامه الموبايل او التلفزيون فهو بدا هو مش فاهم، بس هو بيشوف رسوم متحركه والوان بيفضل قدامها، فهو بيبدا بيجي له تشتيت انتباه لاي مدى خارج التلفزيون، فانا كده اذيته لغويا، اذيته سمعيا، اذيته بعد كده في التحصيل الدراسي اللي ممكن يستقبله في المستقبل، في الحصيله اللغويه اللي كان ممكن ياخدها وهو صغير. فبيأثر، مش بيأثر على المادة الرمادية والمادة البيضاء الخاصة بالذكاء والحفظ والحاجات دي، مش بتأثر، بس بتأثر كبيهيفير وبتأثر على البرين كتركيز بعد كده في المستقبل وعلى الذاكرة طويلة المدى وقصيرة المدى. فاحنا ممكن نوجد البديل. ايه البديل؟ نبدأ نحط له أنشطة، حاجات ترفيهية، ممكن رياضة، ونحط له أنشطة بره البيت، فهو عنده رياضة وعنده أنشطة وعنده البيت. احنا دايما بنعمل الارتباط الشرطي، أنا وجودي في البيت معناه او الوقت الفراغ معناه موبايل او تاب او تلفزيون، فاحنا لازم نغير الروتين ده واحده واحده. يعني هو مقابل الرياضه اللي هتروحها، مش رشوه، دي مكافاه، مقابل الرياضه والنشاط اللي احطه، راح حاجه ليها علاقه بالمعادلات الرياضيه، في اماكن كتير جدا بتنمي الحته تتفصل المخ الخاص بالذكاء الحسابي، ده مهم جدا، يبقى انا نميت الذكاء نوع من انواع الذكاءات وحطيته في نشاط ترفيهي، وحطيت بقى الاكس الزياده بقى بلس ان هو يبدا يعمل حاجات برين جيم او تركيز تبع لسنه. من اول سنه ونص في حاجات تركيز بتنمي فصوص المخ سواء الايمن او الايسر وهو صغير عنده سنه ونص تبع للسن لحد ما يوصل لمرحله المراهقه. ده مهم جدا عشان خاطر هي بتنمي الاجزاء اللي بعد كده بخش المراهقه بتكون لازم بتكون بتنمو بالشكل، يعني مثلا الفص الجانبي او الامامي، حاجات دي مهمه جدا عشان بعد كده انا بشتكي لما بلاقي في كميه مواد كتيره عليه تحصيل الدراسي قليل، فلازم انميه وهو صغير. طيب عملت ده او عملت الالعاب دي، في بقى مكافاه ليك كبيهيفير، واللي انت عملت 3 حاجات دول اللي انت تاخد النهارده موبايل كذا. فانا عملت ايه؟ ما منعتش، انا قللت تدريجيا وقتلت الارتباط الشرطي اللي هو بيعمل حاجات تانية غير التلفزيون، وحطيت له انشطه مختلفه اللي هي تقضي وقت فراغه، وعملت له بديل.